صافا بخير؟ الحمد لله بخير. الحمد لله، شكون معايا؟ معاك ربوحة. ها؟ ربوحة. ربوحة منين؟ من الخميسات حاليا في طنجة. ربوحة الخميسات وكاينة في طنجة. شحال في عمرك ربوحة؟ ها؟ اختي الصوت ديالك ما واضحش، الا كنتي دايره لك تحيديهم كتحركي بزاف. 26 والو قادي بعدا غير تقادي نهضروا انا وياك وديك الساعه بقاي تحركي و... الو خليك هاكا. ربوحه من الخميسات مستقره في طنجه، عمرك 26 عام. من باغا دير التيست ربوحه؟ هشام. هشام منين؟ ميسات وكيف تمارا. اييه شحال في عمره؟ هو في عمره 31. شحال انت وياه؟ انا وياه يعني مع العائله وداكشي. ها؟ بشويه عليك راه شي من الاول انت كتراعي. شحال انت وياه من نهار عرفتي؟ شحال 20 عام شحال؟ اوكي شنو العلاقه اللي بينك وبين ربوحه؟ اي علاقه فيها صداقه فيها المهم واخا فيها شويه ديال الحب ولكن ما كيبينش بزاف. يعني شنو كيجيك هو من العائله؟ عمتك مجوجة عمو. واه نشوفوا هاد العائله ديال العمام 06. اخوان لي يلا دخلوا مازال بارطاجيو اللايف، بارطاجيو اللايف الماكسيموم. 06 اييه اها اييه عاوديها زيدي زيدي سربي سربي راكي صوني. اها زيدي يلا شوف ما تهضريش حتى نقولها لك. الو السلام عليكم. اهلا وسهلا استاذ هشام. كي داير سيدي لاباس عليك؟ كلشي بخير الحمد لله. العائله الاحوال ديال كلشي لاباس؟ كلشي مزيان. ما نبغيوش السي هشام غير نكونوا فيقناك من الناس. فيقتوني اخي. الله غادي ناخذ من وقتك واحد دقيقه وكنعتذروا على الاتصال ديالنا بك في هذه الوقيته هذه، ولكن ملي تعرف شكون اللي اتصل بك تفاهم معاه. صافي يا سيدي كي داير؟ صافا كلشي مزيان. العائله الاحوال ديال كلشي بخير؟ الحمد لله. اتصلنا بك بعدا غير في الخير. نقدم لك راسي، معك السي محمد السريري مقدم برنامج خطوه قبل الزواج. فايت لك السي هشام فرج في البرنامج ديالنا ولا لا؟ مرحبا واهلا، هذه فرصه سعيده باش تعرف على البرنامج ديالنا، ولما لا ان شاء الله تولي كذلك من المتابعين الجداد ديالنا. السي هشام من مدينه الخميسات مستقر في مدينه تمارا، سن 31 سنه. احلى تحيه ليك واحلى تحيه لناس الخميسات وكذلك ناس تمارا. مرحبا بك معنا، انت حاليا راك معنا على المباشر. جانا اتصال من عند واحد الانسه من مدينه تمارا، هي اللي زودتنا بالرقم ديالك وهاد المعلومات باش نتصلوا بك. قالت لنا بلي انت وياها في علاقه حب مع بعضياتكم وبغات دير لك واحد السيربريز. هاد الانسانه راه معنا على المباشر، انا غادي ندوزها لك السي هشام. اوكي مرحبا. قبل ما ندوزها لك كنظن بلي راك عرفتي اشكون. انا ما عنديش شي وحده. فكر مزيان، واحد الانسانه راك سارق ليها القليب ديالها السي هشام. وراه شكراتك بزاف، قالت لنا ولد عائله انسان خلوق محترم. الله الشرف لي انني نكون كنتكلم معك دابا. كنشكرك اسيدي. الله يكبر بك. دونك شكون هذا الانسان اللي جات بالك حاليا السي هشام؟ شكون هذا الانسان اللي لا تعرفتي عليها غير مؤخرا وخطفتي لها القليب ديالها؟ عرفت معايا الله تحولت. برافو عليك، شكون هذا الانسان اللي لا تعرفتي عليها؟ كنظن بلي راك عرفتيها ملي قلتي يلاه تحولت. فكر مزيان، هذيك الانسانه دابا اللي كتفكر فيها، يكفي انك تعطينا غير الاسم الاول غنقول لك هي ولا ماشي هي. لا صراحه ما عنديش فكره. فكر مزيان. كنهضر معك صريحه. بسم الله. شكون؟ ما عنديش فكره. شكون هي الانسان اللي تعرفتي عليها في تمارا؟ تمارا. فكر مزيان، انا كان راني حاسس بك دابا في لسانك. انت حاليا دير علاقه حب في حياتك؟
نعم لا سيليباتير سيليباتير مأكد ما يمكنش تصلات بينا وباغا دير لك هاد السيربريز وانت عندها عزيز وهاد الهضره الزوينه كامله اللي قالت حقك وفي الاخر سيليباتير فكر مزيان راه سيربريز زوينه بزاف كتسناك السي هشام القلب ديالك خاوي غنسولك واحد السؤال لنفترض الاستاذ هشام دابا مثلا تصادف مع واحد الانسانه اللي كيتمناها كيقول ان شاء الله نلقاها واحد الانسانه فيها هذه وهذه وهذه وما تكونش فيها هذه وهذه هذه لقيتي هذيك الانسانه تقدم للمنزل ديالهم انك تكمل مع حياتك ولا مازال ما كتفكرش اصلا دونك تقدم ليها دونك انت حاليا القلب ديالك خاوي هادشي اللي بغيتي تقول يلا خليك معايا مربوحه ربوحه باح العمام وباح الاعوام وباح كل شيء واحد جوج لا لا اختي ضروري تهضري معاه اعطيه جوج كلمات وقطعي او مالك انت غتخافي لا 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 ما يمكنش انا حتى قعدتي راه نقول ليه فلانه نبغى نقول ليه فلان ضروري تهضري معاه راه وحده قطعت عليها اللي قبل منك حيت قالت لي من الاول ما غاديش نهضر معاك لا قطعي يلا واحد جوج ثلاثة هيا معك السي هشام هضري معاه هضري معاه هضري راه كيسمع ليك سي هشام هيا معك راه كتسمعوا بعضياتكم غير هضروا سي هشام واش كتسمعني كنسمعك اخويا هيا معك هضر معاها شكون معايا الصوت ديالك ما بقاش وي هضري دابا مزيان صافي تكلموا دابا كان مشكل في ستوندار دابا مزيان سي هشام كتسمعني انت مزيان اختي كتسمعيني انت ياك لا كتسمعيني خليك معايا الو وربوحه اعوذ بالله استغفر الله واخ انتم هنا كنا كاع ما كنصوني على الخدايز خليك معايا عندها شي مشكل في لالين حنا غنحاولوا نتصلوا بها هذاك اللي كانوا كيكتبوا مربوحه دعيتكم الله حتى قلت ليها مربوحه موجوع قلبي يكوي التعب بيا ولا ما عرفتش يقولها عندها شي بروبليم على ما اظن فلالين ولكن ماشي مشكل حنا كنحاولوا نتصلوا بها استاذ والله لا فينك يا زهيرة فينك غنقول لي شنو كاين انكم في دار بيت في اتصالات المغرب سي هشام عندها شي مشكل في لالين نعطيك واحد الاسم وقول لي شنو كتعني لك واخا حيت هي اللي اتصلت بينا حاولنا نتصلوا بها مرارا وتكرارا ماشي مشكل حتى حنا ما غاديش مبغيناش ناخذوا من وقتك بزاف غنعطيوها اخر محاوله نشوف واش غادي يصوني حيت المفاجأة كيصوني خليك الله يعطيك الخبيزة قولي امين هيا معك سي هشام هضري معاه اختي راه كيسمعك هضري معاه قطعي قطعي خويا هشام كتعرف ربوحة هي هادي ربوحة خسرات اليوم خرجت مخسورة ما خرجتش مربوحة شنو كتعني لك شنو كتعني لك لا شنو كتعني لك
كاينه شي حاجه زوينه شنو كتعني لك في كلمه ربوحه في كلمه تعرفت عليها المهم هي كتبان كانسانه زوينه من لا. الداخل ديالها من الخارج ديالها خلي الزين الخارجي والداخلي هي شنو كتعني لك شي حاجه زوينه اي حاجه زوينه كتبان لك شي حاجه زوينه تقدر تقول الطوموبيل تليفون اي حاجه كما كانت من موسى هي شنو كتعني لك صديقه اخت حبيبه شي حاجه بحال هكا ربوحة حيدي داك اللايف ربوحة نعم حيدي اللايف هرست عليه ودك تليفون كتسمعيني دابا ها هو معك عكعوك عباد الله يلا قولوا لي كي غادي دير مع بحال هادي واش مشيت تركب لك السكر الو السلام عليكم الو السلام عليكم حيد اللايف ولا حيد اللايف الو السلام عليكم السلام